Who stood up for Stephen when he was condemned to die? أيها الرب يسوع، اقبل روحي. يا رب، لا تقم لهم هذه الخطيئة. بهذه الكلمات أطلق القديس استفانوس شهادته وهو يجثو على ركبتيه، طالباً الغفران لمن رجموه ومانحاً حياته للمسيح قبل 2000 سنة، وبذلك أصبح أول شهيد في تاريخ الكنيسة، ويحتفل بهذه المناسبة في 26 من كانون الأول كل عام. كان القديس استفانوس أحد الشمامسة 7 الأوائل، وكانت قد طليت صلاة الغروب في المغارة الواقعة مقابل الجسمانية وقبر العذراء في وادي قدرون، حيث استشهد استفانوس. احتفلنا بصلاة الغروب في هذا المكان حيث رجم القديس استفانوس حتى الموت قبل 2000 سنة، ونحتفل هذا الصباح بالقربان المقدس في المدرسة البيبلية في القدس، حيث وري جثمان القديس استفانوس الثرى لفترة معينة من الزمن. لكن الموقع المناسب لهذا العيد الذي نحتفل به اليوم هو هنا بالضبط، ولعل إمكانية الاحتفال في مكان يخص الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية هو أيضا علامة على الصداقة التي تربط الفرنسيسكان مع أشقائهم الأرثوذكس طوال قرون من الزمن. ونحن نأتي كل عام إلى هنا للاحتفال رسميا بصلاة الغروب. مقتل القديس استفانوس أثار موجة من الاضطهاد ضد المسيحيين في مدينة القدس، وأشار البابا فرانسيس خلال صلاة التبشير الملائكي في 26 من كانون الأول قائلا: لا يجب أن نتعب أبدا من طلب المغفرة الإلهية، لأنه فقط وعندما ننال المغفرة ونشعر بأنه قد غفر لنا نتعلم أن نغفر بدورنا. احتفلنا باستشهاد القديس استفانوس أول شهيد بين الرسل، وكان استشهاده بالتأكيد هزيمة للمجتمع البدائي، لكن موته في النهاية قاد الجماعة المسيحية خارج أسوار القدس إلى السامرة وإلى أقاصي المعمورة، وبالتالي استطاعت الكنيسة بهذه الطريقة أن تنشر رسالتها للقاصي والداني. وفي النهاية يمكننا القول أن استشهاد القديس استفانوس قد عزز مكانة الكنيسة. عيد القديس استفانوس أكثر أهمية من أي وقت مضى. اليوم العديد من الناس يضحون بحياتهم من أجل محبة المسيح بصفتهم شهودا له. كما يستذكر البابا فرانسيس، حبهم للمسيح يترجم في الصلاة والحب والعطاء وفي التسامح أيضا. والاحتفال بذكرى الشهيد الأول يوفر مسارا جديدا لعله أقوى من كل الآلام التي تشهدها الحياة. الاستشهاد هو حقيقة أيضا في هذه الأيام، سواء في البلدان المجاورة لنا في الشرق الأوسط أو العديد من البلدان الأخرى في العالم. ثمة مسيحيون آخرون يهبون حياتهم مثل القديس استفانوس من خلال الاستشهاد. فالحياة الممنوحة للمسيح ليست خسارة على الإطلاق، وينبغي أن تكون رمزا لمسيحيين آخرين. واليوم لم يعد هناك مناطق مجهولة على وجه الأرض، لكن ما يزال هناك الكثير من الثقافات والأماكن التي تحتاج إلى تبشير، وسوف نكون قادرين على إنجاز هذه المهمة من خلال شهادتنا بالإيمان.